ورجعنا بعد البريك. ضيفتنا صارت باستوديو ضيفة عن جد مميزة، نسبة انه هي مراسلة بتبحث عن جد على الشغلة، ما بعرف كيف يعني بتلاقيها لو شو ما صار، وبدها تعرف اجوبة عن جد بشكل كتير كبير. يعني اذا فينا نقول ابرة بكومة قش وبتلاقيها، هالقد بتلاحق شغلها، هالقد انعرفت قد هي دقيقة بكل شغلة عم تقوم فيها. عم بحكي عن المراسلة ليال بوموسى، اهلا وسهلا فيك بالعكس. اهلا وسهلا فيكم. انا بشكركم على الاستضافة، شكرا لكم على الدعوة. شو تعريفك اليوم للجرأة بالمطلق؟ جرأة هي أبسط شيء، يعني أنت لازم تكون تتمسك فيه بالحياة، خصوصا بلبنان. يعني الجرأة أساسية بمجتمع، يعني في كتير ناس لو ما كانوا جريئين اليوم أنا ما كنت معكم اليوم، لو ما في ناس كانت سلاحهم الجرأة لحتى يواجهوا ما كنا اليوم أصلا مستمرين. صحيح. وموجودين بهيدي الحياة لحتى نكون عم نتوجه هلأ للناس. كنت جريئة من 10 سنين، نسبة أنه صار لك 10 سنين بقناة الجديد، كنت جريئة من الأول ولا اكتسبت هذا الشيء مع الوقت؟ بعتقد هن وظفوني لأنه شافوا فيي هيدي الجرأة من 10 سنين. بتعرف كنت بأيام الجامعة، أنا درسي حقوق، بأيام الجامعة كانوا يقولوا لي لازم تشتغل فيكي شيء، لازم تشتغلي بالجديد. مبيني جديد، ما بعرف شو عن جد، ما بعرف شو الفكرة منها، بس كانوا كتير أشخاص يقولوا لي، حتى أختي منهم، أنت ليال لازم تشتغلي بالجديد. ما بعرف شو هيدي الصفة اللي بتميزنا، إذا كانت الجرأة أو غير الجرأة، بس إنه الحمد لله رجعت اشتغلت بالجديد. يعني 10 سنين كمراسلة وتقديم برامج وكمان بالاستقصاء، وين بتلاقي حالك أكتر شيء ليال؟ بالاستقصاء. يعني بنشوف كتير تشتغل على مواضيع فيها تحقيقات، قد ايه بتجيب لك هالمواضيع او هالقصص كتير وجعت راس وتهديدات ومشاكل، وكيف بتواجهيهم؟ ليكي صراحة التهديدات هو للأسف هيدا شيء بيتعرضوا له كل الأشخاص يلي بيشتغلوا وبيكونوا ما عم بيشتغلوا، يمكن بموضوع الفن أقل شيء في تهديدات، حتى بنسمع إنه في تهديدات. صحيح. يعني كيف إذا حدا عم بيشتغل بموضوع فساد، بمكافحة الفساد، بكشف الناس وما عنده شيء مخوفه، هون الجرأة اللي بتخليك بتحمي حالك، بتتسلحي بالإيمان، بالقوة، بإنه عندك هيدي الجرأة اللي هي شو ما صار إنه أنا مكفاية بهيدا الملف، لأنه أنا تربيت على الكرامة، لأنه أنا متربية على مبادئ، لأنه أنا لو بدك تدفع لي مال الدنيا كله ما رح أخذ منه ليرة، لأنه أنا ما فرقانة معي المصاري قد ما فرقانة معي شغل اللي عن جد بحبه واللي عم بشتغل على أساس أني أكشف الحقيقة. لا لا، يعني هيدا الرسالة. حبيت تستيل لحكيك، يعني اليوم كقائد عم تحكي الانتخابات ما مش الحال، كان لازم تنجحي، أنه هيك بيلبق لك هذا الشيء. هلا عم تحكي عن جد ولا كيف؟ لا والله عن جد، شفت فيه هيدا ولا شفت فيك هذا الشيء؟ يعني دائما الواحد بيشوف أوقات الشخص. أنا؟ بشمال. بشمال خلص. ترشيني؟ بمزح. طيب خبريني الانتخابات. زعلتي إنك ما نجحتي؟ بالعكس، جبت 1000 صوت تفضيلة ب3 أسابيع. 3 أسابيع بظل قانون معمول على قياس السياسيين، طبعاً في بعض التعديلات يلي صارت، بس هو منه قانون اللي نحن بنحلم فيه ونكون لا أنا ولا أنت ولا أنت ربا إنه نكون عم نترشح على أساسه لنوصل لمحل معمول على قياس السياسيين، ما حدا بيختلف فيها، حتى اللي عملوه بيعترفوا بهيدا الشيء. وبمحل انه لا ما وصلت، بس جبت 1000 صوت وثقوا فيي. الجديد دعموك ولا دعموني على قد ما بيسمح لهم القانون اللي جابرهم انه ياخذوا مبلغ من المال؟ كنت متوقعة انك تحصلي على 1000 صوت؟ كنت من اول نهار بقول انه انا بدي 1000 صوت. حلو. يعني بدي 1000 صوت ليه؟ لأنه اليوم بالنظام الأكثر في أشخاص ترشحوا على منطقة البترون، للأسف كمان بعدنا بنحكي بكراسي دينية وبمناطق بالانتخابات، فترشحوا بنظام أكثر وما كانوا قادرين يجيبوا 1000 صوت. نظام أكثر يعني في تشطيب، يعني أنا لو ترشحت على نظام أكثر كنت بجيب أكثر أصوات بوقت قليل. كنت عم بقول عن جد أنا بهمني جيب 1000 صوت، لأنه رقم منه قليل. ولأنه اليوم بتعرف أنه في بالمجلس النيابي أشخاص معهم 200 صوت. مش هين يعني 1000 صوت. يعني معقولة تفكر تعيد هيدا التجربة؟ مش معقولة، أكيد رح عيد هيدا إذا زمتنا من الكورونا. أيه. حلو، حبيت. طب شو بتقولي لل1000 صوت اليوم اللي انتخبوك؟ بقول لل1000 صوت إنه بلتقى أيام بأصوات منكم، بأشخاص منكم، عن جد بيعطوني أمل لحتى أكون عم بستمر بهيدي الرسالة اللي بعتبرها رسالة. طبعاً هو الإنسان إنك تكون عم بتفكر توصل لتقدم لهالإنسان أبسط حقوق الحياة اللي غيرك ما قدر من السياسيين يأمن لهم إياها. بلاقي انه عن جد الابتسامه، طريقه كيف بيرحبوا فيك، طريقه كيف بيقولوا لك انه هن عن جد فخورين باللي انا عم بعمله، بحس انه لا انا ماشي على الطريق الصح. شهره حلوه ليال؟ شهره اكيد حلوه.
شو في شيء بيزعجك بالشهرة؟ مش مثل تنبك الفاخر هلا عملنا له دعاية مشهور. ليك ليك بس بيضر بالصحة يعني ما في يعني بالشهرة إذا ما كنت أنت عم بتضر بالناس، إذا ما كنت أنت عم تعمل أي شيء سيء أكيد. ذكرت الكورونا اليوم عم تتوقعي عم تنتبهي على كل شيء؟ قد ما لازم أكيد أكيد لازم، يعني كلنا أخذناها بأول ببساطة، أخذناها شوي يعني هيك بانه اوكي عم ننتبه بس انه نرش سبيرتو شوي بنعمل. لا هلا اكيد في جديه اكثر بالتعامل، ولازم تكون هيدي الجديه الكل يتعامل فيها، وقد ما في دل بالبيت، وانا لانه معتبره هون بيتي. ما في شك، شكرا لك ومرحب فيك ساعات اللي بتحبي. ليلى نرجع على الانتخابات، ريت انه حضرتك قلتي انه في بعض من افراد عائلتك ما انتخبوك، انتخبوا حزبهم، هل اليوم طلعوا من هيدي التبعيه العامية للحزب؟ افراد عائلتي مش الصغيره يعني صحيح. اي طبعا يعني في اشخاص بعائلتي هن بينتسبوا لاحزاب ومعهم بطاقه حزبيه، ولانه هيدا القانون ما في امكانيه للتشطيب او ما في امكانيه لوضع اسم اخر غير اسم يلي بيفرضوا عليك بطاقتك الحزبيه، للاسف من انتخبوا الحزب يلي اليوم عم بينقوا عليه. يعني حبيت افكارك بالتقارير، يعني مره عملت امتحان للسياسيين اذا بيعرفوا النشيد الوطني اللبناني، انتشرت بشكل كثير كبير وفي كثير سقطوا، او لك اليوم لا ما بعتقد، لانه تعرف ليه؟ ما حدا عم يشتغل كلنا للوطن، فمش مهم اذا حفظوه صاروا كلنا يعني كلنا يعني لا كلنا يعني انا للاسف بعدها لليوم كلنا يعني انا. هلا الحمد لله الحكومه، ما بدنا كثير نكون عم نحكي على حكومه بعدها جاي جديد وعندها وهيك يعني اراده انها تكون عم تشتغل، ان شاء الله تكون عم تشتغل، بعدين بنحكي عنها في حال فشلت وما قدرت اشتغلت. بس لا اكيد في متأملة خير بالحكومة، يعني كيف شايفي عملها حتى الساعة؟ حتى الساعة ما فيك تشوف كيف عملها، لأنه في موضوع معين اللي هو الكورونا مستجد، اللي هو في ظروف يعني بالبلد عن جد صعبة، في أزمة اقتصادية موجودة. بأسف أنه يكون وزير المالية متمسك بحاكم مصرف لبنان، بأسف أنه يكون في مواقف، نحن عن جد المواقف ضايعة. يعني أنا بفهم أنه اليوم حتى برئاسة الجمهورية اسمحوا لي عبر الأو تي في، يعني المواقف ضايعة، يعني بدنا موقف صارم. هيدا الموقف ما بده دستور، ما بده أو ما بده أنظمة، بدنا موقف. رئيس الجمهورية وفخامة الرئيس قادر يكون عنده موقف، لأنه هو بزماناته كان عنده كتير مواقف. اليوم هيدا الموقف ما بده صلاحيات، بدنا موقف دعم معنوي غير، يعني عن جد بمحل فيه. برأيك الرئيس فرق اليوم إذا قام بهذا الموقف اللي عم تحكي عنه، هل رح يطبق؟ يعني هل رح يمشوا فيه كل الأفرقاء إذا فينا نقول؟ بس أقله ما منحس في هيدا الغياب فراغ. اي بس في كثير سياسيين بتعرفي بيبوهروا على الصوت العالي، يمكن في ناس بتشتغل على ما بدنا بوهر على الصوت العالي. لا بالنهايه احنا وياكم عايشين بنفس البلد، يعني بنعرف انه بالنهايه اذا في شغل على رواق بنلاقي نتيجه. طيب في عندك موهبه حلوه هي الرسم والاشغال اليدويه، بتخصصي لهم وقت كبير؟ بخصص لهم وقت، يعني هذا الشيء الكوتي يعني ما كثير عالم بيعرفوها فيي، يمكن بيلاقوني هيك دج بس لا بس ما بين هذا الشيء يمكن بس بالتقارير نسبة انه انت تكوني جدية بتقاريري. بس لا الشخص لا يعني كثير مهضوم كتير اليوم. لا لا مش حاسك مهضوم، انت شخص مهضوم يعني. قد ايه بتعطي وقت لهذا الشيء يعني؟ بحب الرسم، ماني هالرسامة، ماني بيكاسو يعني، بس بخرطش بعمل هيك بنبسط يعني، بحس بهذا الوقت بكون عن جد بنتور. بس انه ما بس ماني رسامه يعني، يعني بعمل لك هلا لوحه بقول لك شايف شيء بتقول لي انت شو رسمتي، بس انا بكون شايفه والله عم بتخربش شوي صغيره، بتخربش شوي بشتغل عم تضحك علينا يعني كلها بشتغل هيك اشياء يعني يدويه يعني. حلو. بالثوره المراسلين صاروا مساعدين بتقديم البرامج، هل انت رحبت بهيدي الفكره؟ هل في ناس بينوا ادائهم او بينوا كمان فينا نقول ضعفهم؟ رحبت بفكره انه تقديم انهم اللي صاروا المراسلين يقدموا البرامج كمان. إيه مساعدين بتقديم البرامج، ما في ابدا مشكله بالموضوع، بالعكس يعني نحن يعني المراسلين كل حصة المذيعين كانوا اكثريتهم مراسلين على الارض وما في اي مشكله. مين نافس يعني كلهم عندهم كفاءه؟ مين بينافس اليوم بالجديد بقناة الجديد بين المراسلين والمراسلات؟ ما سمي لنا شخص. لا واحد ما حدا بينافسني. انا ما حدا بينافسني. إيه لا ما حدا بينافسني يعني بمعنى إيه. انه ما حدا بحسه انه في لا انا يعني من اول ما فت على الجديد كنت مختصه باندر كفر ريبورتر، اشتغل استقصاء، وكان الشخص يلي هو يشتغل معي ويكون عم بمرنا باكثريه الاوقات هو الزميل رياض قبيسي، لانه رياض عنده تجربه كبيره بالاستقصاء وتعلمت منه كثير، وعن جد انا كثير اشتغلت على حالي بهذا المجال بمحل بالاستقصاء ما بحس عندك يعني طموح تكوني بمحطه عربيه اليوم؟
ولا لا مكتفيه بالجديد عبالك 10 سنين تانية؟ لا على مواقف الدول العربيه بدك تفوتني بمحطه عربيه. لا في الجزيره، في العربيه، في في كثير محطات في الميادين. ما عندي مشكل كون، ما عندي مشكل. هلا اول شيء ماني جاييني ولا ولا بالجديد يعني بس ما جاييني ولا اوفر يعني بس اذا اجاك يعني في امل. ما عندي اي مشكل اذا كان الاوفر عن جد مناسب يعني وبحس انه حالي لانه اجاني مره اوفر بفرانس 24 وما رحت لانه حسيت مع احترامي الكامل مع اهميه للمحطة لانه حسيت انه بحب كون عم بشتغل يعني محلي. في محطه محليه عرضت عليك؟ لا غير الجديد لا صراحه لا. وبحب جدا الجديد يعني ما راح اجي احكيك بعاطف وعلى جديد عائلتي لحظت هيك بس لا بحبها كثير جوا جريئه مهضوم كثير وخليني اشوف كمان الجرأة اكبر ب10 على 10 بدك تفوتها بس قال وعد منك انه ولا شيء ما رح تجاوب عليه كله رح تجاوب عليه. مين عطيك هذا الوعد؟ لا انا بعرفك انه انت شخص هالقد يعني ما بخاف من شيء يعني هذا الحلو فيك. بنشوف اول شيء الهاشتاجز عم نشوف قدامنا. نصحناها ما سمعت اعتذرت ربحت الدعوه عتب كبير. اي هاشتاج بيمثلك بيمثل حالي مريتي فيها خارج يعني القصص الوطنيه والشو عم بيصير معنا؟ انت خفت من عتب كبير بعتقد. لا القصص الوطنيه على جنب 100%. اي وحده مثلا شيء صار معك نصحناها ما سمعت؟ نصحناها ما سمعت رح اختارها لانه عمتي كثير بتنصحني اني فل من الارض لما يكون في ثوره لما يكون في شويه انا مصره فهيدي هيك خفيفه نظيفه بعتبرها ما بتفوتنا بالحياه. ربحت الدعوه لانه رفع عليك دعوه من قبل القوات اللبنانيه قد حوذان؟ لا بعد ما ربحت الدعوه لانه بعد ما صارت الجلسه هلا جلسه بهيدا الشهر تحديدا النهار صراحه رايحه عن بالي ما لا اساسا هيدا الدعوه اللي اقامها القوات اقاموها ضدي هي دعوه ما لي علاقه فيها. انا في شخص هو اسمه بطرس فريم كان معي بالمقابله هو حكي عن القوات اللبنانيه فرفعوا دعوه علي وعلي. بستغرب انه ليه بعد لهلا ما سحبوا الدعوه بحقي بوقت اللي هن بيحكوا بحريه الاعلام يعني بتمنى انه يكون راحت سهوا ويروحوا يسحبوا الدعوه. ننتقل لثاني شيء عم نشوف قدامنا هدايا. نبدا بالاسانسير. لمين بتهدي الاسانسير؟ للببليك فيجر. فكرت شقه لمين بدي اهدي؟ يكرم عينك بتهديني لالي اسانسير بدي اهدي اسانسير. مين بتهدي اسانسير؟ طلوع ولا نزول؟ لا هو حر ينقي طلوع ولا نزول بترجع انت بتحددي له. فيك تقفلي نزول او تقفلي طلوع. تزربي كمان بتعرف رح حط الليره هون. بابليك فيجر الليره. الليره بابليك فيجر هي طبعا بتطلع خلص الدولار رح احط الدولار. طيب لحقت على هيدي بس الباقي عشرة بابليك فيجر لانه اكثر شيء مش عم نعرف يعني ان شاء الله هي بركي بينزل نزول الدولار رح احط الدولار بالاسانسير ان شاء الله. طيب فرشه نوم. فرشه مع تخت. تكيتين لازم اختار شخصين يعني؟ لا في شخص ينام على تكيتين. طيب بختار ما زلنا فتنا بالدولار احتار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بركي بيرتاح شوي لانه صار وقته. اوكي كبيت ليمون هذا حدا يروق اعصابه ويروق شوي كذا لانه من الباترون عم ما بعرف يمكن ليمون هذا يريح اعصابه. طيب ما تخافي قولي لانه لا لانه الليموناده ما بعتبر لتريح الاعصاب اكثر ما هي فريش ريفريش للجسم. هلا منيحه الليموناده بهالوقت بعطيها لفخامه الرئيس مشان هون. ليه؟ منيحه بهيدا الوقت. اوكي ما اعتبرتيها شيء ثاني. لا انا لانه انت قلت لي انه فريش غير هيك ما 100%. نكست عم نشوف سوا قدامنا زافان وسام بريدي وتوني بارود. مع مين بترافقي على سجاده حمراء عالميه برات لبنان وبتاخذي معك نجم من نجوم الاعلام اللي موجودين قدامنا؟ بتعرف رح اختار توني بارود لانه توني بارود مش مجوز هلا اما اثنيناتهم مجوزين. خليني اروح على توني زكية. مع انه كلهم بحبهم وبجيب لهم تحية. عم بتابع توني هلا بالبرنامج الجديد؟ ايه مش كثير حبيت. اليوم معك هيدي الطياره وصارت لك حرة تكزري وين ما بدك بس بالبدايه في مطار بدك تزوريهم ويكون معك حدا معروف. طلعتي بالطيارة ووصلتي على الفاتيكان وعند البابا فرانسيس
مين بتاخدي معك؟ بدي اخذ حدا معروف معي عند صحيح. بابا فرانسيس. فيك تنقل بدك. ما عن جد مين بتخدم على بابليك؟ بحب اروح لحالي صراحه لانه عم بتوفر. ايه عم بتوفر حالي. طيب رح فكر بس عن جد لانه ما عندي. رح ننتقل على ثاني محطه عن البيت الابيض عند دونالد ترامب. وسط الطيارة عند دونالد ترامب، مين معك بالطيارة؟ دونالد ترامب بياخد معي أصغر صحفية فلسطينية. آه واو. بتعلموا الأصول يعني بمحل إنه ما بقى يفكر هالقد القدس لعبة بإيده يعني. حلو. بننتقل ورجعت طارت الطيارة وصلت عند جيلو. جينيفر لوبيز. بياخد حدا من شباب رفقات بياخدك معي بتروح. لا بيكون بابليك فيجر. انا بروح خلاص اخذتين. ايه؟ اوكي يلا خليك خليك الطياره هرب. ننتقل على روسيا عند الرئيس بوتين. مين بتاخذي معك؟ نزلت الطياره عنده سقعه كثير وهيك بوتين. بابليك فيجر. ما بدي تكون على الطيارة. ما فهمتك. لا بالعكس عم فكر ما لأنه عن جد الأسئلة رغم أنه عن جد أسئلة هيك بسيطة ورايقة وحلوة بس صعب تجاوب عليها بمحل بدها تفكير. بعتقد فيني أخذ بروديوسر سناء سلامة. يلا خلص تاخذي بروديوسر بس بالنهاية هون آخر شخص وصلت على سوريا عند الرئيس الأسد. هون بدك تعطينا اسم مين بتاخذي معك؟ بياخد معي وئام وهاب. هيك هيك دايما بيقول بده يروح وبيبطل رايح وما زبطت معه وما قبله الرايح او ما اجى اذن. انا باخده على طيارتي الخاصه. حلو. ما في مشكله. وكمان البروديوسر دونا زعرور عم تقول لي على بالها تروح عند بشار الاسد الرئيس. نكست تشويسز مع زميلي ريفا. اوكي انا بوكال بدنا نسحب بس ورقه واحده. ورقه واحده نشوف شو هو السؤال. اخر مره رحتي على مدينه الملاهي اي متى؟ بتحبيها المدينة الملاهي بعدك؟ اه واو شو لعبتي؟ رحت انا ورفيقتي وخيي سيارات؟ انا صراحة كثير بخاف من العلوم. وانا كمان مثلك كثير بخاف. بنروح على السيارات لعبنا هيك سيارات 100% يمكن على هيك شيء للولاد. قبل ما يخلص وقتنا نجاوب بطريقة سريعة لو سمحتي عم نشوف قدامنا اذا بدك تقضي 24 ساعة مع مين بتقضي مبين؟ حسن دياب، سعد الحريري، اشرف ريفي مع حفظ الالقاب. مين بتختاري؟ الله يسامحكم على الخبرية. يلا كمان عم يخلص وقت. رئيس سعد الحريري. رئيس ليش اخترتي؟ لأنه بحس كثير انه في عنده اشياء بده يفضفض فيها. يفضفض لك ترجع تخبرينا. نكست نوصل للكونترايات عم نشوف هلا قدامنا. ثلاثة كونترا والكونترايات بيقولوا برنامج خاص سياسي على قناة الجديد لمدة سنة مقابل 35 مليون ليرة، على الام تي في رئيس التحرير بقناة الام تي في لمدة سنة مقابل 60 مليون ليرة، والكونترا الثالث بيقول بالجزيرة مراسلة لقناة الجزيرة لمدة سنة مقابل 70 مليون ليرة، أي كونترا بتمضي إذا اضطريتي إنك تختاري؟ جديد؟ طبعاً جديد. طب غير الجديد؟ إذا استثنينا الجديد لأنه برنامج خاص سياسي على الجديد بتعرف أنه ما أبداً برنامج هي بغض النظر عن القيمة المالية لأنه عن جد بيعني لي أكثر. أكثر. طيب ننتقل سوا للتشالنج. تشالنج كثير مهضوم يعني. هنبلش نسمع ميوزك لو سمحتوا. حسين أكيد مهندس صوت يعطيك ألف عافية. رح أعطيكي ورقة تشوفيها قدامك بهالوقت وتتبلش الموسيقى. بدي تقشري لنا اياهم يعني ايماء شوي صغيره بدون ما كون بدون ما تحكي. بدك تعملي لهم نصايح لكل الناس والكاميرا قدامك. كيف بدك توصلي الفكره ما بعرف. 5 4 3 2 1 لا يلا عليك اتركي الورق اذا بدك. ما بدي اعرف شو عم بيحكوا. يلا هينين. يجب أن نتوقع من هذا الفيروس اللعين. انتبهوا واغسلوا جيدا اليدين بشكل صحيح. النظافة ثم النظافة ثم النظافة. لا تلمسوا الأغراض حولكم ومن ثم لمس الوجه. أنا هي ما قريتها أنا عم خبرهم.
اشربوا الزنجبيل والشاي الأخضر للوقاية، لا تتركوا اللسان يجف، بل اشربوا الماء لتقتلوا كل شيء أخيرا وليس آخرا. ابقوا في البيت هذه الفترة ولا تخرجوا إلا للضرورة. خليكم بالبيت. أكيد. نكست. جاست كومنت. بنبدأ لتوني خليفة، شو بتعطي نقد بناء؟ سريع يعني بكلمة واحدة، شو بتقولي لديما توني وجيسيكا؟ ديما صادق أو توني أو جيسيكا؟ أول كومنت طلع وجهك. بدي بس أعطي شخص. لا فلتة تون. نبدأ أول شيء مع توني. مع توني بدنا نبلش. نقد بناء. شو بتنصحي؟ يعني بالنهاية مع مين أنا لأنصح، بس إنه بمحل اليوم فيك تكوني كمشاهد بعتبر إنه يمكن في زيادة انفعال، منا مقصودة بس لأنه كتير بيكون محمس للموضوع، بحس إنه في انفعال زايد. ديما صادق. ديما يعني بحب كاركتيرها لديما وطريقتها، بس بحسها كمان كتير بتروح اكستريم. بحس لانه هذا الشيء اليوم عن جد بمجتمعنا دائما اذا بتحكي كلمه بيكون في دائما الناس محضره حالها لتكون ضدك وتسبك وتالف عليك اشاعات، فتجرب اكثر تكون اروق. وانا بتعلم منهم يعني، ماني حابه كثير في جيسيكا. جيسيكا ترشحي مرتجع الانتخابات بس بلائحه كلنا وطن. اوكي نكست. ننتقلنا. اذا ما كنت ليال وكنت رجل وخلقت عن جديد. استغفر الله، ما لقيت لي غير هول. ليه حظك؟ ليه شو بهون؟ شايفين قدامنا مايك فغالي، فؤاد السنيورة، محمد رمضان. ومحمد رمضان. مين بتكون؟ محمد ما عرفته اول شيء. محمد رمضان هلا عرفت لما بين الخيال، لانه لا بعتقد نقي محمد رمضان لحتى ما انساب كثير يعني. حقيقه ايه لا هربتي ايه بفضل محمد. مثلا بدك حاططني بدي نقي بين استاذ محمد. شكرا لك على الحلقه الحلوه كثير يعني للاسف خلصت الحلقه. عاملك اكثر من اغنيه جديده تكسر الارض. شكرا لك ليال بموسى، ان شاء الله تضلك بنفس الهمه وبنفس الطريقه وبنفس التفكير، بنحبك كثير. شكرا. اهلا وسهلا فيك ليال. تابعونا بكره ويك اند، بكره ريران تابعونا الاسبوع اللي جاي. نكست.